من واحنا صغار اهالينا يعلمونا انه مو شرط تفوز، يعني ممكن اليوم تخسر بكره تفوز بعده تخسر عادي، الروح الرياضيه شيء مره مهم. والتوب 5 هذا راح يوريكم قديش احنا استفدنا من هذا الدرس الرهيب. معاكم صاحب قدس، وخلينا نستعرض لكم توب 5 العاب فرقت بين الاصحاب. في المرتبة الخامسة الكورة. الكورة بكل أصنافها، الكورة لما تلعب من جد في الملعب، والكورة لما تلعب في بيتك في البلاي ستيشن. ياما أيادي أجهزة تكسرت من أيام جهاز العائلة لجهاز البلاي ستيشن 4. اتكسرت اتفجرت بسبب أنه خسرت. والمشكلة ما نعترف انه ممكن الشخص اللي بلعب معاه يكون اقوى مني، لا اكيد لازم فيه خرشات. يا شباب انا ما اقدر العب في مطرة، يا شباب الحكم الياباني هذا مستفز، في عيني في رملة كنت بغمز ماني شايف، شباب اي خرشه كيف، بس اهم شيء ما اقدر اقول انه كان احسن مني. واحنا في الكوره ما عندنا اساسيات الروح الرياضيه، ممكن تكون جالد اللي قدامك خمسة وتقعد تعيد في الهدف. شوف شوف، خذ خذ هذا خذ هذا، علمك الصيف كله ولا علمك يا اخي. ما تلاحظ لما تلعب مباراه حقيقيه كذا لما واحد يدقك كبري كذا اللي في شد، تعرف؟ تدري ايش العنصر المهم؟ تعرف انه جلد الكوره او تراب الملعب يرتبط باحاسيس اللاعب، اذا ما كان عندك شد فاللعبه اللي بعدها حتقشه انت بمبراشه. انا شخصيا اعرف ناس بطلت اعتزلت البلاي ستيشن، خلاص ما عاد بيلعب بلاي ستيشن بسبب الكوره، واعتزلوا يلعبوا كوره حقيقيه وصارت اوزانهم ثقيله. الله عليك وعلى عرفني فيك. في المرتبه الرابعه الالعاب الاحاديه، يعني مثلا كراش، ماريو، سونيك، انشارتد، كل هذه الالعاب اللي مستحيل تتضارب فيها مع احد، اذا حتعصب حتعصب من الكمبيوتر انه المستوى صعب. لكن كيف نخلي واحد يلعب لوحده؟ لازم احنا نتشارك كذا، في عندنا لقافه كذا الكل لازم يلعب. طب يا اخي غير اللعبه يا اخي. لا خلينا نلعب دي اللعبه، انت موته وانا موته. ايه موته موته، ها موته انا اقول. والمشكله مو هنا، المشكله يجيك واحد حريف حيختم ام اللعبه كلها وانت قاعد تتفرج عليه، وانت قاعد تقول له ايوه ايوه يا خوي يلا حنفوز، من جوا قاعد تقول الله يلعن شكلك انت ما تخسر. ولما يجي يخسر تمسك اليد اخيرا كذا، دوبك مسكت اليد تخسر. صاحبي خليها موتتين موتتين، يعني احنا قلنا كده احنا من اول اتفاقنا كده. للأمانة الالعاب اللي في هذه المرتبه دائما يعني تخسر الاصحاب اللي هم الصغار اللي اقل من 10 سنين، اشكال مازن كده يعني. في المرتبه الثالثه لعبه تيكن. تيكن من اكثر العاب المضاربات شهره عندنا، تكلمنا عنها في حلقه العاب اثرت في مجتمعنا قبل كده. للامانه لعبه تيكن الناس اللي لعبوا فيها كانوا مره كثير، بس كانوا اقل من اللي كانوا يلعبوا كوره مثلا. بس تيكن مشكلتها انها مضاربه، فتعرف احساس لما تخسر في الكوره اوكي خساره، لكن لما تنفرش في المضاربه هنا المشكله، هنا كرامتك اتزعزعت، انه من كثر ما تنفرش ممكن تضرب اللي بيلعب معاك. وبعدين في تيكن بالذات في رولز كده دائما، في قوانين ما تعرف ليش بيسووا دي القوانين، كيف تعرف فجأة كده قانون يا شباب ما حد يلعب بأيدي، هذاك حق المراوح كده، تلاقي اللي اخترع قانون كده تفقع تفرش بيه ومو ما عمره كده غلبه، فخلاص تعرف اللي شباب ما حد يختار أيدي بصراحة. عندنا شوية قواعد هنمشي عليها بس عشان اللعب يبقى تمام مع بعضينا ونبقى كلنا مرتاحين مع بعض، خلاص؟ كومبو مرة واحدة مرة واحدة، لا كومبو نار، لا كومبو تراب، لا كومبو مية، هو كومبو بإيدك بس. اي مزه ممنوع تلعب بيها، خلاص؟ احنا مش مراهقه، لو عايز تلعب المزز العب المزز في بيتك، لو ضربت ضربه وشفتها حلوه قوي معاك ما تزيدش فيها، فاهم؟ يعني هي ضربه واحده، يعني مش لازم تك 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 طول اللعبه وتغلبني. رقم خمسه، ممنوع اكل اللبن. لعب رجاله، ممنوع اكل اللبن، ممنوع اكل الفسفس، لو ايدك مزيتها مش هتمسك الايد. شايفين الزر اللي تحتهم؟ بيبقى مكتوب عليه ستارت، ده ما يتضغطش في نص اللعبه، خلاص؟ لان انا بتخنق وانا بضربك تضغط لي بوز. لو مشينا رجاله على القواعد دي صح؟ ولعبنا تمام كلنا نتبسط اخر الليل، كلنا هنقعد مع بعضينا هنختم قصه انا، نستمتع بالمغامره كلنا مع بعضينا ونشوف اخرتها معاكم. تعرف اللي مين قال يا اخي العب حر العب زي ما تبغى يا اخي، ولا عشان انت بتتفقع يعني؟ خليني اوريك ايش اسوي، دوس على وجهه. شخصيا اعرف ناس كانوا بيلعبوا تيكن مع بعض في بيت واحد وكذا، هم الاثنين كان فرش وفرش 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 وخلصوا اللعبه، قال له اسمع انت لازم خلاص تمشي، طردوا من البيت كذا عشان خلاص انا لازم انام، امي قالت لي لازم انام هذا الوقت.
بالمرتبة الثانية لعبة الكيرم. مفيد هلا بهلول اضرب هنا بقوة. الكيرم لعبة شعبية عندنا في السعودية، كثير ناس يلعبوها ويتجمعوا ويعملوا دوريات عليها. لعبة ممكن يلعبوها شخصين مع بعض، والأرجح انهم يلعبوا أربعة فيها. الكيرم فيها مضاربات مرة كثير، ويرجع سبب المضاربات لأنه كذا تختلف القوانين من بيت لبيت. بيت يلعب الشباب الحمراء لازم ترمي وراها حبة ثانية، لو ما جبتها تطلع الحمراء في النص، وناس ثانيين يقول لك الحمراء لازم تكون آخر حبة، وناس يقول لك لا مو آخر حبة، الحبة اللي قبل الأخير، كذا التكييس قوانين. ما نزل شيء فأنت حاول دحين تنزل، أوكي؟ في الأول لو زبطت معاك يعني خلاص أنت نزلت البيضة فتنزل. لا ما تنحسب. إلا تنحسب. البودرة قليل. خلاص يا فارس انت تعرف اللعبة ولا لا؟ اسمع دوري انا اخذها دحين عشان نعطي الكل فرصة، اوكي؟ يلا الغدا يا شباب. الغدا يا شباب. الغدا فارس. اوه يا شيخ كنا بنلعب يا عزيز. عزيز يا اخي خربت ام اللعبة. يلا نكمل بعد الغدا، اوكي؟ الغدا. يلا يا شباب نلعب دحين. يا احمد حطيت بودرة مرة كثير يا اخي. ما حطيت كثير انا. كيف دحين كيف نلعب يا اخي؟ شويه بس ترى ما انت شايفني حطيت كثير، انت لازم تزحلق. ريحه الكرم صارت زي البيبي. في المرتبه الاولى لعبه البلوت. يا اخوي انت حد الكرم، انت عرفك بلعب البلوت. قم قم بالراحه. البلوت في المرتبه الاولى يا ما فرقت بشك وديوانيات واصحاب. يعني الله اصلك يا كلب العلم واللعب تعرفه بلوت. اسود علاقات انتهت بسبب البلوت، والبلوت مثل الكيرم ما في قوانين واضحه، يعني المنطقه الوسطى غير المنطقه الغربيه، غير الشرقيه، غير الجنوبيه، غير الشماليه، كل ناس لهم ثقافات. البلوت لعبه اكلات نوعا ما بشروات مختلفه، شروه الصن وشروه الحكم، هذا باختصار شديد. مشكلتها الرئيسيه الخدمنه في اللعب، كذا اللي هو في خدمنه تصير في اللعب هي اللي تسبب المضاربات. شباب انا برص اخر اللعب، خليك حذر لانها بتركب عليك 400 وين تضحك. الله يعطيك العافيه. برا والله سكت الحين. اي والله تقول لي اللي تعرف انا ممكن بلعب عادي بدل ما ارمي الورقه زي كذا، لا ممكن افرد رجلي على الارض كذا، في فرق اللي يخليك ريح حط رجلي في فمك. مثلا ممكن انت يكون عندك اكه استراتيجيا في اللعبه قررت ما تلعبها، فبعدين في الاخير كذا راحت عليك، فكيف ما يعدي اللعب، لا يمسك الاكه يحطها جنبك كذا. شباب صوروه بالله سيلفي، صوروه. طيب اوريك اللعبه الجايه يا كلب. زي بالضبط حق الاعاده اللي في الكوره. المشكله انه مو شرط تتضارب مع خصمك في البلوت، ممكن تتضارب مع خويك. ابوس علي الدم. لا تدري هاوس سبيت شيري سبيت شيري سبيت شيري اوك طع سبيت طع شيري طع سبيت طع انا يعني تعال هاوس تعالي ما تفهم، وانت حمار انت غبي ما تعرف تلعب، وانت لا تصورني بالإكة حقتي، لا والله اوريك انا يا ايش دخل مره نلعبوكي يلا نلعبوكي كم مره مشيت تدخلوكي نعم اللعبة. اتفقوا معنا في هذه القائمة؟ اكتبوا لنا تحت في الكومنتات ايش في ألعاب شفتوها قدامكم بعينكم فرقت بين أصحابكم، وسبسكرايب ولايك وشير يوصلكم جديد التوب فايفز، واكتبوا لنا ايش في توب فايفز جديدة حابين تشوفوها. يا شباب لا ما حد ياخذ عدي عشان لا تتضاربوا. هي هذه المسابقة كأس العالم كذا، ما بمزح. شوف ناس تدخل ويلا مين يسوي اقبح وجه. صراحة انا عن نفسي احترت، ما انا عارف نحطها في اغرب ولا في اغبى الرياضات. كيف تعرف ليش في رياضة زي